الإطالة شيء مهم في التمارين لأنها تخلي الشخص يتفادى الإصابات. كذا يفضل إنك تمارس الإطالة قبل التمرين، إطالة خفيفة تكون، بعد التمرين تمارس إطالة لو تكتف فيها مي مشكلة. كل لاعب لازم يعرف إنه يتميز بأشياء عن لاعب الثاني، وغلط إنه اللاعب يقارن نفسه بلاعب آخر. اللاعب لازم يعرف ميزاته والأشياء اللي تميزه. مثال الشخص الطويل يتميز بطوله، فلازم يستغل طوله بالشكل المناسب، يعني يلعب من بعيد، يكون لعبه بعيد أكثر من إنه يكون قريب. الشخص القصير العكس، إنه ما عنده الطول فيكون دائم قريب من خصمه. يعني والشخص يعني القصير له ميزته، الطويل له ميزته. القصير إنه يكون قريب من الطويل طول الوقت والأفضلية تكون له، الطويل له ميزته إنه يقدر يكون بعيد عن القصير طول الوقت والأفضلية تكون له. يعني كل مين يشتغل على الشيء اللي يتميز فيه. علميا مثبت ان الرياضة مفيدة للناس اللي يعانوا من الاكتئاب او الاحباط. يعني الرياضة شيء الواحد يقدر يفرغ الطاقة السلبية فيها. الرياضة من الاشياء اللي الواحد يقدر يكتشف نفسه فيها، يكتشف نفسه من جديد، اللي مهزوزة ثقته، اللي بيعاني من الاكتئاب، اللي بيعاني من اي شيء نفسي، الرياضة الحل الامثل له. العكس يعني المفروض تكون أول تجربة له عشان يطلع من الحالة اللي فيه، إنه يمارس الرياضة، الملاكمة بالأخص.